النهارده ذكرى ميلاد البطل المصري رفعت الجمال، اخطر جاسوس مصري حير اسرائيل في فتره طبعا كانت شديده الحساسيه بالنسبه للتاريخ المصري، وطبعا قدم شخصيته في الدراما العبقري الساحر محمود عبد العزيز باسم رأفت الهجان، واللي كان له دور كبير جدا في كشف اسرار العدو الاسرائيلي في هذه الفتره. خلينا نشوف تقرير عن حياه البطل رفعت الجمال. تحل اليوم ذكرى ميلاد البطل المصري رفعت الجمال المعروف باسم رأفت الهجان، أخطر جاسوس مصري حير إسرائيل في فترة كانت شديدة الحساسية بالنسبة للتاريخ المصري. ولد البطل المصري رفعت الجمال في دمياط في الأول من يوليو عام 1927، وكان والده يعمل في تجارة الفحم ووالدته ربة منزل. انتقل والده بعد ذلك إلى القاهرة. أسهم رفعت الجمال في توجيه أكبر ضربة مخابراتية لإسرائيل تدرس في المعاهد العليا لتعليم علوم التجسس في العالم. الشغل اللي انت بتعمله ده يا رأفت درع بتحمي بيه أهلك، شرفك، تاريخ وعظمة بلادك. تأكد إن كل إنسان عربي نفسه يكون في مكانك. نجح الجمال في الوصول لأعلى المراتب داخل إسرائيل، واستطاع أن يجند عدداً من الضباط الإسرائيليين للعمل لصالح المخابرات العامة المصرية، وكان له دور كبير في كشف أسرار العدو الإسرائيلي في تلك الفترة. خضع بعد موافقته على التجسس لصالح مصر في إسرائيل لعمليات تدريب طويلة تلقى خلالها شرحاً في علم الاقتصاد وسر نجاح الشركات متعددة القوميات، إضافة إلى عادات وسلوكيات وتاريخ وديانة اليهود. أعقب هذا تدريب على القتال في حالات الاشتباك المتلاحم والكر والفر والتصوير بآلات تصوير دقيقة جداً وتحميض الأفلام. كذلك تعلم حل شفرات رسائل أجهزة الاستخبارات والكتابة بالحبر السري ودراسة سريعة عن تشغيل الراديو وفروع وأنماط أجهزة المخابرات والرتب والشارات العسكرية، وكذلك الأسلحة الصغيرة وصناعة القنابل والقنابل الموقوتة. في معلومات دالة؟ مفيش غير إن المصريين بيعملوا مناورات قرب القناة عشان يكلفونا كذا مليون بدون داعي. تسلم رأفت مبلغ 3,000 دولار من المخابرات المصرية ليبدأ عمله وحياته في إسرائيل، ونجح في إقامة مصالح تجارية واسعة وناجحة في تل أبيب، وأصبح شخصية بارزة في المجتمع الإسرائيلي. ولسنوات طويلة دامت 17 عاماً استطاع إمداد جهاز المخابرات المصري بمعلومات مهمة تحت ستار شركة سياحية داخل إسرائيل. الحرب كر وفر سيرينا. كر إيه وفر إيه؟ جولدا مائير صرخت لكيسنجر وقالت له الحق اسرائيل وقعت. ايضا نجح في تزويد البلاد بمعلومات خطيره، وكان له دور فعال في الاعداد لحرب اكتوبر عام 1973 بعد ان زود مصر بتفاصيل عن خط بارليف نتيجه علاقات صداقه وطيده مع رئيسه الوزراء جولدا مائير ووزير الدفاع موشي ديان وعزرا وايزمن وبن غوريون. توفي الجمال بعد معاناته من مرض سرطان الرئة في 30 من يناير عام 1982 عن عمر ناهز 55 عاماً بألمانيا، ودفن فيها.